نظف حذاءه، نظر للمرمى، نظر الملايين، نظر الملايين، والآن سينظر لكورة ليسدد ويقول، ويده على ركبته اليمنى: أنا الصاروخ توماهوك، أنا الدون كريستيانو. ورجع الأبيض من جديد، ورجع رونالدو السيد من جديد، كريستيانو. بكل الوضعيات، بكل الطرق، بكل الأماكن، بكل الوسائل، هو الكل في الكل، هو كل الأرقام، هو كل الأهداف، هو الهجوم، هو الدفاع، هو الريال، هو الفريق، هو الهاتريك، هو النجم. عليها السبعة يا كريستيانو، عليها السبعة يا كريستيانو. الكرة المتحركة، الكرة الثابتة تحرك البرنابيو. في الريال لا يسأل ولا من سجل، بل كل الأهداف تسجل. هذا هو كريستيانو رونالدو. أي شخصية، أي قوة، أي سطوة، أي كما ننتقد رونالدو يعود أكثر قوة مما كان عليه الوضع السابق. يعود أكثر قوة عندما يجد الكل ينتقده، يجد الكل يتكلم عن تراجع في مستواه، يعود أكثر قوة بعد ذلك في الأوقات الصعبة. من قال لكم أنه انتهى؟ من قال لكم أنه الكروي مات؟ هذه هي هدية الدون للمشككين. رجع الدون يا جماعة، رجع الدون. مركز الثقل في الريال، حجم القوة في الريال، الرأس النووي بالريال، يمعذبهم يا دون، يمعقدهم يا دون، يمدمرهم ومدمر أوروبا يا دون. برشا يراو انه كريستيانو انتهى. لا لا لا، لم ينتهي البرتغالي، لم ينتهي البرتغالي، لم ينتهي من ضرب الأرقام ومن حرصه على الأرقام ومن ضرب الأهداف. العب يا جنان، العب يا موريهم العذاب. قناص، جنان، فكاك، البرتغال يمزق كل شباك، مع الشباك عنده دايما مواعيد. هو رونالدو العيد، رونالدو التورنادو، هذه هي طائرة التورنادو. رونالدو وحده وحده، دار 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 بطائرة التورنادو، هو كريستيانو الرهيب. أي تحت، أي أرقام، أي حفل للمرمى من كل الطرق، أي أرقام انفرادية يقدمها كريستيانو، أي استفزاز كان من بيتر يفجره بهذه الطريقة وبهذه الصورة. لا يمكن يا كريستيانو، لا يمكن يا كريستيانو. هاتريك آخر، ركوة آخر، ثلاثة أهداف في ليلة ملكية، في ليلة يقدم فيها الكون نفسه مرة أخرى نجما ومعشوقا وهدافا وقائدا. إنها بكل الوضعيات والكرات الثابتة الوضعية المثالية بالنسبة لدون كريستيانو. الله على هذه الليلة، على هذه المباراة، على هذا اليوم الذي يستمر فيه كريستيانو رونالدو مدونا أرقامه وأهدافه بالنسبة لريال مدريد. يدون من جديد، يكتب، يلون، يسجل من جديد، ويكتب بالبند العريض: أنا الصاروخ توماهوك، كريستيانو رونالدو. كل الفرق كتبت فيها أهداف، كل الفرق عذبتها، كل أندية سجلت فيها، كل الألوان كتبت فيها أقصوص النجاح ولحن الخلود بالجولاسو يا دون. هذا كريستيانو رونالدو، من عاش طفولة صعبة، من عاش في أوضاع وفي غرفة ضيقة كان يتقاسمها مع أشقائه، من فصل من المدرسة في سن مبكرة وانضم إلى أكاديمية كرة القدم، من لم يكن يحصل على الألعاب وهو صغير، اليوم يلعب بكرة القدم كيفما يريد، يصوبها، يضربها، يسجلها، يدافعها.
أرقاما لا تنتهي بعد أن حصل على الكرة الذهبية مع المان يونايتد في 2008. هو رونالدو العجيب. مشاهدينا متابعينا، ايش هالليلة، ايش هالليلة، مدمر مرعب مفزع، قناص رهيب، رونالدو الاكثر فنيا، اقناع ابداع روعة، جمالك جمال، دلالك دلال، اتدلع يا كايدهم، اتدلع يا كايدهم، واعطي الفرحة يا كبيرهم.